أخبار اليوم. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. وحوي يا وحوي، هي وحوي يا وحوي، هي رحت يا شعبان، هي وحوينا الدرجة يا رمضان. استاذ محمود سعد، بنرحب بيك في بوابة اخبار اليوم، وحضرتك من مستوردي لعب الاطفال والفوانيس. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والشعب المصري كله بخير. كنا عايزين في البدايه نعرف في موديلات جديده نزلت السنه دي. في موديلات جديده زي ايه؟ زي مثلا في قطة توم، في كبير وجوني، في يعني حاجات زي كده برضو، في اشكال تانية برضو جديدة هتشوفها برضو معانا. طب ايه اللي دخل الصين في قصة الفوانيس؟ يعني هل يا ترى هي تجارة رابحة، او هم بيصدروا لدول تانية غير مصر؟ في دول تانية برضو غير مصر، زي السعودية، السعودية بتاخد برضو، في مصر هنا، وليبيا كانت بتاخد برضو. بس فشغل برضو كتير يعني عليهم، ومصر هنا بتاخد كمية كبيرة يعني. تمام. القرار الاخراني بتاع وزير الصناعه بوقف استيراد الفوانيس على دعم الصناعه المصريه ودعم المنتجات الحرفيه المصريه، شايفه عامل ازاي؟ وشايف ده مدى تاثيره ازاي على السوق السنه دي؟ تاثيره على السوق بضاعه قليله مش كتير، والناس قلقانه وخايفه، حتى كمستهلك برضه خايف من السنة الجاية مبقاش فيه. واحنا كتجار برضو لسه مش عارفين الكلام ده هيبقى ماشي ازاي السنة الجاية، فلسه برضو سوق مسمى السنة دي وهيسمى بعد كده برضو. الأسعار اختلفت كتير السنة دي ولا لسه ما تأثرتش؟ لا اختلفت. يعني هتختلف، هي اختلفت برضو. بنسبة كام في المية تقريبا؟ بنسبة حوالي مثلا 25-30%. زيادة عن سعر السنة اللي فاتت. زيادة. طب احنا احيانا بنشوف ان هي بتبقى الفانوس الصيني بيبقى على شكل لعبة، يا دوب بس متعلق فيه فانوسين كده صغيرين. هل يا ترى ده بيحرك لعب عنده راكدة او كده هو في الصين، ولا ده بيبقى بناء على طلب المستورد؟ طلب مستورد. كلعبة لعبة شغالة كويس معاه هنا في مصر بيطلبها بره. تبقى فانوس. تمام. بيغير فيها حاجات غير الشكل بقى؟ لا، هو بس الفانوسين اللي بعلقهم عليها والاسطوان بتاعت رمضان بس. شايف ايه الاكتر اقبال بالنسبه للفوانيس الصيني؟ يعني ايه الاكتر؟ اللعب اكتر. لكن الشكل التقليدي للفانوس الناس ما بتحبوش؟ لا، ليه ناس معينه يعني، مش زي اللعب اكتر. شايف ان لو الفانوس البلاستيك الصيني ده اتعمل هنا في مصر هيبقى افضل ولا صعب؟ لا، مش هيبقى افضل من بره، هيبقى مش زي الكواليتي، التقنية بتاعتهم بره افضل، تقفيل كمادة خام برضو مش هتبقى زي هنا، وكتكلفة برضو متهيأليش ان هي تبقى زي بره. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس.